كابتن ناصر، يعني حضرتك حطتنا في دائرة الأحداث الأخطاء التحكيمية للجولة الثالثة، ولكن سؤال أخير، يعني البعض من خبراء التحكيم يعني بيوجه انتقادات لاذعة جدا لرئيس لجنة الحكام، واحنا لسه في الجولة الثالثة، ولكن وصل الأمر ان بعض خبراء التحكيم بيوجهوا التحكيم او الحكام نفسهم ان هم لا يستجيبوا لتعليمات رئيس لجنة الحكام، شايف القصة دي ازاي؟ شوف يا كابتن، خلينا نقول التحكيم افضل، يعني التحكيم ليه افضل علينا كلنا كحكام متقاعدين، خدنا حكام دوريين وكنا محاضرين وخدنا حاجات كتيره من التحكيم. التحكيم اكبر من اي شيء يا فارس، اكبر من اي حد. عندما يكون هناك لجنه حكام، الكل يجب ان يحترمها ويقف بجانبها ونكون دائما داعمين ومساندين للجنه ولحكامنا. من غير ما اقول النهارده انا اسامه وفارس مسؤولين عن لجنه الحكام، واطلع اقول لحكامي من فضلكم اشتغلوا بمزاجكم، مفيش حد بيشتغل بمزاجه يا كابتن، كل التحكيم بمعايير بسياسه لجنه حكام. انا هذا الكلام لا يجب ان يقال للحكم، لان هنا لو الحكم ما عندوش ثقافه وفاهم هو فين بالظبط ممكن ينساق ورا هذا الكلام، وهتبقى كارثه ان كل واحد هيشتغل بمزاجه. لا انت حضرتك عندك نقد لجنه الحكام، اتفضل قوله، ما يجب تطويره قوله، لو في نقاط سلبيه قولها، عشان كلنا عاوزين التحكيم يبقى ماشي كويس في مصر. النهارده بنتكلم في حاجه مهمه جدا، وهاخدك يا اسامه وفارس في حاجه. اتفضل. لحام بيه الحكم الجزائري، حكم مباراه النادي الاهلي وسيمبا، اللي هي المباراه الذهاب تقريبا، صحيح، في تنزانيا من الذاكره. هذا الحكم دخل القائمه الدوليه عنده 27 سنه. يعني هذا الحكم دخل القائمه الدوليه 27 سنه، النهارده هو عنده 32 سنه، حكم دولي بقاله 5 سنين. عارف يلعب كام كاس عالم يا اسامه؟ هو لازم يصنف من حكام النخبه الافريقيه. عنده فرصه 3 كاس عالم يقدر طبعا بالظبط، هو عنده 36. ودي رساله بنقولها، النهارده عنده 32 سنه، النهارده هذا الحكم الدولي بقاله 5 سنين. خلي بالك من حكام النخبه، وادار مباريات كثيره جدا في دوري الابطال، وادار 2019 بطوله امم افريقيه، النهارده الاتحاد الافريقي بيعول عليه، عنده فرصه. ده الرساله اللي احنا بنقولها، رساله ايجابيه للجنه الحكام واتحاد الكوره. محتاجين حكم ما يبقاش عنده 40 سنه يخش القائمه، عنده 40 سنه و42 سنه يا جماعه، عقبال ما يجي كاس عالم يكون هو بطل وخرج. من فضلكم جهزوا حكامكم، لان التحكيم المحلي من شانه ان هو يخرج لنا حكام في المحافل الدوليه. اشوف اسامه بيلعب 2 كاس عالم يشرف التحكيم المصري، اشوف فارس في كاس العالم يشرف التحكيم المصري، من غير ان هو يخش حكم صغير. طب انت هتمنحه الفرصه والخبرات؟ هيبقى صعب جدا كده. صحيح كده. طيب انا قلت لك سؤال اخير، ولكن من كلام حضرتك جالي سؤال يا كابتن. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر الدولي، تقدر تحكم على تجربه اي رئيس لجنه حكام بعد قد ايه؟ بعد مده قد ايه؟ عشان نقدر نقول رئيس لجنه الحكام ده عنده قدره على انجاح منظومه التحكيم، أو إن رئيس لجنة الحكام ده احتمالات فشله أكبر من احتمالات نجاحه. السؤال ده أنا هقوله للبعض اللي هو بينتقد بيرير. هقول له لو حضرتك هتيجي تمسك لجنة الحكام محتاج قد إيه وقت عشان أقيم أدائك؟ أقل حاجة هيقولها لي، من فضلك إديني سنة كاملة أو موسم كامل وقيم أداء. أقل حاجة، إن لم يكن حد هيقول لي إديني سنتين أو موسمين، واحد هيقول لي 3. أنا النهاردة بقيم دكتور بيرير، احنا مش مع فيتور بيريرا ولا ضد فيتور بيريرا، احنا مع التحكيم وتطوير التحكيم يا اسامه يا فارس، والله ما لناش مصلحه، وانا مش هشتغل في لجنه الحكام تاني يا فيتور يا بيريرا، عشان ما تبقاش انت حضرتك اكدت ده اكتر من مره. صحيح. اكتر من مره، ولكن انا عشان احكم يبقى عندنا منطق ومصداقيه. الراجل النهارده بسياسه جديده وفكر جديد يا فارس يا اسامه، ازاي انا النهارده بدخل العقليه او بدخل ثقافه جديده للحكام؟ محتاج وقت. النهارده 3 جولات مش هقدر احاسبك، لان هو شغله بدا من ال3 جولات دول. صحيح. من فضلكم يا جماعه، من فضلكم نحاسب الراجل على الاقل، على الاقل في نهايه الموسم، ما نستعجلش، لان هو بيطبق سياسه جديده، بيدفع بحكام جديده، عامل تصنيف جديد. مش مع ان احنا نستعجل ونقول الراجل يمشي. لو الراجل عنده اخطاء بنطلع نقولها يا فارس يا اسامه بكل حياديه، وهو الراجل اعتقد بيسمعنا كويس قوي 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 قوي. خلي بالك الراجل بيسمع كويس قوي قوي، وبيشوف ايه اللي بيتقال اللي هو ممكن يستفيد منه. صدقني صدقني، لو في حاجه هتبقى مش موجوده او مش كويسه هنطلع نقول يا بريره من فضلك عدل من اللي انت بتشتغل بيه. طيب. بس في النهايه
ندي الراجل فرصه يا فارس يا اسامه يا كابتن ناصر. انا عايز اسال حضرتك سؤال واضح ومباشر، في تغيرات بتحصل والراجل ده بيعملها، واحنا بنشوف في ناس عندها وجهه نظر مسبقه تجاه رئيس لجنه التحكيم الاجنبي، حضرتك من منطلق ان انت دايما بتتبنى فكره ان انت ليس ليك مقرب وتريد مصلحة التحكيم وبتعلن وبتبادر يا جماعة أنا راجل بعفي نفسي من الحرج وبعفي الناس من الحرج، أنا مش موجود في لجنة التحكيم عشان تحيد نفسك. أنا بسأل سؤال، هل حضرتك ترى أن التغييرات، لأن في أخطاء أنا بقولها واضح جدا أن أول ثلاث جولات في أخطاء وفي أخطاء ربما واضحة، هل حضرتك شايف أن قصاد الأخطاء دي بيحدث تغيير من وجهة نظرك كحكم لديك خبرة تستدعي ان احنا نصبر يا كابتن ناصر ولا لا؟ مباشرة كده وحضرتك فاتح قلبك، التغيير ده نستحمله لان هيأتي بمردود، ولا انت شايف فيه اخطاء ومفيش حاجة شايفها ولمسها تستدعي ان احنا نصبر؟ سؤال مهم جدا، وهبدأ بحاجة مهمة جدا وهي سياسة الثواب والعقاب. وهي دي اللي احنا بنشتغل عليها، عندما يعني يصيب الحكم او يعني يبقى كويس، الراجل هو قالها كده صراحة يا فارس، قال الحكم اللي هيبقى كويس ما عندوش أخطاء هيلعب معايا عدد المباريات أكتر. الحكم اللي يخطئ أيا كان هذا الحكم، من هو؟ حكم كبير، حكم صغير، هيحاسب على أخطائه. هنا بدأ الراجل بإيه؟ بإن اللي هيغلط هيتحاسب، وده المهم، لأن أحيانا بقول مش عايز أقول لجان سابقة ولا هقول أحيانا الحكم الكبير يعامل معاملة مختلفة شوية في الإيقاف. هنا الراجل واخد قراراته، مفيش كبير ومفيش صغير، أنا ببدأ هنا بسياسة الثواب والعقاب. عندما يشعر الحكم أن هناك عقاب نتيجة خطأ عن إهمال هو تم ارتكابه، خاصة في وجود تقنية الفار، مالكش حجة. صحيح. لا، يبقى يجب أنك أنت هنا الراجل هو واخد السياسة ديت، أعتقد يمكن البعض بيزعل منها شوية، ودي من ضمن اللي بعض الحكام مش حابين القصه دي، لان كان عندنا حكام بتخطئ يا كابتن فارس يا اسامه النهارده في الاسبوع الثالث وبيلعب الاسبوع الرابع. بالظبط. النهارده في الاسبوع الرابع بيلعب في الاسبوع الخامس، ما كانش حد بيحاسب الحكام على الاخطاء. صحيح. دي من ضمن السياسه اللي الراجل بيتبعها مع حكامه. خلي بالك صريح هو جدا، يوم الاحد اعتقد اللي هو مش اللي قبل اللي فات، كان هناك تحليل فني للحكام. وجمع الحكام اللي هم كانوا في الجوله الثانيه، وابتدى يشتغل معاهم بصراحه ويصارح الحكام ويناقشهم بشكل جيد جدا جدا، وصارحهم وقال له انت عندك خطا وانت عندك خطا وانت كان المفروض تعمل كذا وكذا وكذا. هي دي اللي احنا المصالحه اللي احنا نتمنى بس منه حاجه واحده بس يا تلفاز. كرئيس لجنه الحكام من فضلك اطلع لما تكون في حاله جدليه يا فارس، ما تسيبش الناس. صحيح. اطلع باهوائها. لكن برج كان عنده ميزه كويسه قوي قوي قوي. بعد كل جوله بيطلع يجيب الحالات الجدليه، بيطلع هو يقول رايه فيها وبيبررها. محتاجين منك يا مستر فيتور بريرا، مفيش ما يمنع، زي ما طلعت حللت مباراه النادي الاهلي ويمكن حللتها بشكل كويس، في حالات جدليه محتاجين انك انت تطلع تقول رايك فيها، لان بعض الناس بتقول ان هناك مصدر بيقول كذا. لا، انا مش عاوز المصدر، انا عاوز الفيتور بريرا المسؤول قال رأيه في هذه الحالة، سواء كانت القرار صح للحكم أو القرار خطأ. دي من ضمن الحاجات اللي بوجهها لبيتور بيريرا، يا ريت، لأنك أنت بتناقش الجمهور والجمهور عاوز يعرف إيه أنت تحليلك للحالات، خاصة الحالات الجدلية.